مستمعينا الكرام، اهلا بكم الى نشرة الظهر للانباء وهذه عناوينها. هيئة الانتخابات تصدر قريبا الامر المتعلق بتحديد سقف التمويل الانتخابي. وزارة الأسرة تشرع في توزيع مستحقات العودة المدرسية لفائدة 7371 طفل من مكفولي الدولة بمؤسسات الطفولة. 10.3% نسبة الأطفال الذين يعانون من اضطرابات التعلم في تونس ودمجهم المدرسي بعيدا عن المأمولة. استشهاد 42 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين في 3 مجازر صهيونية بقطاع غزة خلال الساعات الماضية. تعلم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها اليوم أنها أحالت ملف أحد المترشحين المرفوضين للانتخابات الرئاسية 2024 على النيابة العمومية بتونس من أجل التحيل والإدلاء بشهادة مدلسة وتعمد إخفاء حالة من حالات الحرمانة التي نص عليها القانون على معنى الفصلين 291 من المجلة الجزائية و158 من القانون الانتخابي، وذلك على إثر تعمده التعريف بالإمضاء على تصريح على الشرف مغلوط وإخفاء جنسيته الأجنبية التي تعد مانعا دستوريا وقانونيا من الترشح للانتخابات الرئاسية. ومثلت الممارسات الفضلى في تغطية الانتخابات محور ويوم تكويني لفائدة صحفي وصحفيات تونس الكبرى، نظمته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم بالشراكة مع المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين. نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نوف الأفريخة أكد بالمناسبة في تصريح للزميل وجيه النمر أن الهيئة على أتم الاستعداد والجاهزية لتأمين حسن سير الانتخابات الرئاسية، وأنه سيتم قريبا صدور الأمر المتعلق بتحديد سقف التمويل الانتخابي. بالنسبة للأمر تحديد سقف انتخابي معنا ممكن يصدر عن قريب مسؤوليات الحكومة، هذه بيستخرج هذه المعلومة اللي عنا أنه قريب إن شاء الله. التحضيرات اللي قاعدة تصير على قدم الوثائق، تعرفوا الهيئة مش أول انتخابات تعملها بالنسبة للتونسيين بالخارج، ثم حاجة جديدة اللي هم باش توصل أي تونسي، خاطر هذا حق دستوري حاولوا أن يقربوه على حسب المعطيات، خاطر ثم بلدان كما تعرفوا تعطي إمكانية أن التونسيين يجموا يجتمعوا مثلا في مكان ما، معناتها يجم يكريو، ولكن ثم دول أخرى اللي تجبر انه تكون في مستوى مثلا في مقر القنصليه ولا في مقر السفر. كيف بالنسبه للتونسيين من الداخل، تعرفوا انه المراكز الانتخابيه ومنها مركز الاقتراع، نذكر بالخدمه النجمه 195 النجمه رقم تقطاري في ديز اللي تمكن بالنسبه للمواطنين باش يعرف المركز الانتخابي نتاعو اذا كان يرغب انه باش يغير، او حتى 10 سبتمبر يمكنهم انهم يغيروا. اكثر من 900,000 تونسي حق لهم انتخاب. كما أكد نائب رئيس الهيئة الانتخابات نوف الأفريخة أن الهدف من هذه الدورة التكوينية هو مزيد توضيح كافة القرارات الترتيبية التي تخص الحملة الانتخابية. هو بشراكة بالطبيعة مع المركز تدريب الصحفيين، نحن كل ما يكون ثم مسار انتخابي تكون فرصة من خلال التعاون معه أنه توضيح أكثر ما يمكن بالنسبة للقرارات الترتيبية اللي تهم تنظيم الحملة الانتخابية. نعرفوا أنه بداية من 14 سبتمبر إن شاء الله باش ننطلقوا رسميا في الحملة الانتخابية الرئاسية، يتطلب أنه الأخوين الصحفيين اللي هم شركاء باش يعملوا التغطية تكون التغطية عن علم بكل ما جاء في القرارات الترتيبية اللي هي القرارات الترتيبية موافقة للقانون الانتخابي 2014. قررت يشار إلى أن هذه الدورات التكوينية ستشمل واعتبارا من يوم غد 5 سبتمبر صحفيي وصحفيات الجهات. قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة إحالة المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمالة على المجلس الجناحي مع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بتهم تتعلق أساسا بافتعال تزكية واعتداء على المعطيات الشخصية وتقديم عطايا للتأثير على الناخب، وفق ما صرح به محاميه فوزي جابلة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وقال المحامي فوزي جابلة إن التهم الموجهة للزمالة جاءت وفق الفصل 161 مكرر من القانون الانتخابي، وهي تؤدي إلى سحب اسمه من قائمة المترشحين. يشارك رئيس الحكومة كمال المدوري بداية من اليوم في العاصمة الصينية بكين
في أشغال المنتدى التاسع للتعاون الصيني الإفريقي الذي يتواصل إلى 6 سبتمبر الجاري تحت شعار التكاتف لدفع التحديث وبناء مجتمع صيني إفريقي رفيع المستوى ذي مستقبل مشترك. وينتظم المنتدى بحضور رؤساء دول وحكومات إفريقية لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية القائمة بين الدول الإفريقية والصين، إضافة إلى قضايا الحوكمة والإدارة والتصنيع والتحديث الزراعي والسلام والأمن والبناء العالي الجودة لمبادرة الحزام والطريق. وعلى هامش أشغال القمة، التقى رئيس الحكومة صباح اليوم بمقر إقامته ببكين الرئيس المدير العام لصندوق التنمية الصينية الإفريقية، وهو إحدى آليات البنك الصيني للتنمية BDC. ونوه رئيس الحكومة بالعلاقات المتميزة التي تجمع تونس بالصين خاصة، وأننا نحتفل بمرور 60 سنة على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، داعيا رئيس البنك الصيني للتنمية لزيارة بلادنا في أقرب الآجال لمواصلة التباحث حول كيفية استخدام آليات صندوق التنمية الصينية الإفريقية لبعث مشاريع في بلادنا. فيما اعتبر الرئيس المدير العام صندوق التنمية الصيني عن استعداد الصندوق لتمويل مشاريع التنمية في تونس، خاصة وأن بلادنا تتمتع بموقع استراتيجي يجعل منها بوابة لإفريقيا. كما كان لرئيس الحكومة كامل المدوري لقاء آخر مع رئيسة شركة CEOC الصينية المكلفة بالعمليات الدولية. شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبر السن في توزيع مستحقات العودة المدرسية لفائدة 7371 طفلا من مكفولية الدولة بمؤسسات الطفولة، وذلك في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنها شرعت في توزيع مستحقات العودة المدرسية بقيمة تناهز 14.2 مليون دينار على أبناء العائلات محدودة الدخل والأطفال فاقدي السند المكفولين سواء بنظامي الإقامة الكاملة أو في الوسط الطبيعي عبر مؤسسات الطفولة الراجعة بالنظر للوزارة. قال رئيس الجمعية التونسية لصعوبات واضطرابات التعلم طارق السعيدي اليوم في تصريح للأخبار إن نسبة التلاميذ الذين يعانون من اضطرابات التعلم في تونس تقدر ب 10.3%، في حين يعاني 20% من الأطفال من صعوبات في التعلم حسب إحدى الدراسات القديمة، مشيرا إلى أن الدمج المدرسي لهؤلاء بعيدا عن المأمول رغم وجود التشريعات القانونية التي تكفل لهم حقوقهم. نلقاو في وسط الأقسام المعلمين يكتفيوا من جملة التطويعات هذه ولا التكييفات كان بزيادة الوقت أثناء الامتحان، واللي هي حاجة الحقيقة غير فعالة بالكل إذا كان تبدأ وحدها، لأنه لازم تتوفر كافة شروط التطويعات البيداغوجية باش يوصل الصغير هذاك يتحسن. التطويعات اللي مهبطينها معناها في مناشير للأسف هي سطحية وغير علمية، لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار حالة الواقعية والحقيقية للأقسام. كل المعلم يلزم مثلا أنه مع الصغير بطرق معينة، نلقى المعلم هذا ما يتكتبوا في تقارير طبية غير مكون أصلا في التعامل مع الفئة نتاع الصغار هذوما. الأقسام المكتظة ما تخليش المعلم ينجم يكون عنده القدرة لا الجسدية ولا الذهنية باش يتلهى بالأطفال اللي عندهم صعوبة واضطرابات التعلم، وإلا باش يتلهى بإتمام البرنامج الدراسي نتاعو، ولا باش يتلهى بالأطفال بين ظفرين الأسوياء. رئيس الجمعية التونسية لصعوبات واضطرابات التعلم طارق السعيدي دعا إلى زيادة عدد الأخصائيين النفسيين والمربين المختصين لمزيد العناية بهذه الفئة. عندنا ما يقارب 52 أخصائي نفسي في كامل الجمهورية التونسية في المندوبيات الجهوية للتربية، ما ينجموش يتعهدوا بأطفال 2.5 تلميذ تونسي. من جملة التوصيات هو انتداب المختصين النفسانيين أكثر في المندوبيات الجهوية للتربية، وطموحنا أنه يولي فما مختص في كل مدرسة. الحاجة الأخرى اللي هي نقص المربين المختصين. يوميا الجمعية التونسية لصعوبات واضطرابات التعلم تتلقى تشكيات من شتى أنحاء الجمهورية.
دعا الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري كل مواطن تتعلق به قضية ديوانية أو صرفية إلى المبادرة بالتعامل عن طريق الصلح الإلكترونية عبر موقع الإدارة العامة للديوان. وأكد خلال استضافته اليوم في حصة يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية أن كل مواطن لم يبادر بالصلح يكون عرضة إلى التتبعات العدلية والعقوبات المالية. عملنا للصلح الالكتروني اللي هو بدينا فيه بقوه وخذا رواج طيب، هذاك علاش ندعيو المواطنين معناها من المنبر هذا انهم يبادروا بالتعامل عن طريق الصلح الالكتروني، على خاطر راهو ما عادش ثم التعامل بالاوراق، راهو الصلح الالكتروني ما تنجمش تو تمشي الاداره وتقوم بايداع مطلب صلح ورقي، راهو مستحيل، تو التعامل كان بصفه الكترونيه، دونك تدخل على موقع الويب تاع الاداره العامه للديوان، دونك اي انسان عنده محضر ديواني او محضر صرفي معناه قضية ديوانية أو صرفية يبادر بإجراء الصلح مع الديوان. راو إذا كان تخلي القضية متاعك وما تعملش إجراء صلح راو تلقى روحك بعد ما حل تتبعات عدلية. وفي إطار مكافحة ظاهرة التهريب، أكد العميد شكري الجبري أنه تم خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية رفع حوالي 8864 قضية ديوانية بقيمة جملية قدرت بأكثر من 330 مليون دينار. بالنسبة لي نحن كديوان في السبعة أشهر الأولى فقط لسنة 2024 إلى غاية شهر جويلية تم رفع 8864 قضية ديوانية بقيمة جملية لأكثر من 330 مليون دينار، 330 مليار، هذه قيمة المحجوزات متاع السبعة أشهر الأولى لسنة 2024 في إطار مقاومة التهريب. دونك المحجوزات متنوعة تشمل ملابس الجاهزة، مواد إلكترونية، بنزين، حاجات غير صالحة للاستعمال وغير صالحة للاستغلال تمشي الإتلاف، ثم حاجة تتباع بالمزاد العلني. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. في اليوم 34 بعد 300 من العدوان على غزة، وصل الاحتلال الصهيوني قصفه مناطق بالقطاع بينها خان يونس ورفح ومخيم نصيرات وبيت لاهيا وحي الزيتون. وقالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الساعات الماضية 3 مجازر راح ضحيتها 42 شهيدا و107 مصابين. وفي الضفة الغربية المحتلة تستمر العملية العسكرية الإسرائيلية لليوم الثامن على التوالي، وسط تقارير عن تمديد الاحتلال عملياته في جنين ومخيمها بعد تفجيره منازل وسط المخيم إلى جانب اشتباكات بين قواته ومقاومين في طول كرم واقتحامه مدنا أخرى في الضفة. في الأثناء أعلن الجيش الصهيوني مقتل أحد جنوده وإصابة 5 آخرين بجروح خلال الحملة العسكرية المستمرة على جنين بالضفة الغربية المحتلة. سياسيا، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مجددا تمسكها بمفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أنها ستدفع بهذا الاتجاه بكل الطرق الممكنة، في وقت كشف فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي علنا عن مساعيه لوقف التفاوض مع حركة حماس. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه مصادر عبرية أن الكيان المحتل أكد لقطر أن جيشه سينسحب بالكامل من فيلادلفيا في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. في أخبار عالمية أخرى، طال قصف جوي روسي خلال الساعات 24 الماضية منشآت الطاقة في 6 مناطق أوكرانية، في وقت أعلنت فيه موسكو سيطرتها على بلدتين جديدتين في دوتيساك. يأتي ذلك في وقت قال فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف تخطط للاحتفاظ بالأراضي الروسية التي سيطرت عليها لأجل غير مسمى. في خبر صحي، خلصت مراجعة جديدة أجريت بتكليف من منظمة الصحة العالمية إلى عدم وجود صلة بين استخدام الهاتف المحمول وزيادة خطر الإصابة بسرطان المخ، عفى الله الجميع. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام نشرة الظهر للأنباء، وهذا تذكير بعناوينها. هيئة الانتخابات تصدر قريبا الأمر المتعلق بتحديد سقف التمويل الانتخابي.
وزارة الأسرة تشرع في توزيع مستحقات العودة المدرسية لفائدة 7371 طفل من مكفولية الدولة بمؤسسات الطفولة. 10.3% نسبة الأطفال الذين يعانون من اضطرابات التعلم في تونس ودمجهم المدرسي بعيدا عن المأمولة. واستشهاد 42 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين في 3 مجازر صهيونية بقطاع غزة خلال الساعات الماضية. نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية كريم المرواني. إلى اللقاء.